لا أخي ماكو مسألة علاقة جيدة، أنا ما عندي أي خلاف وياه أنا كشخص، أنا خلاف هو افتعله. ها. من زعل على مسؤول الكتلة مالته. ايه؟ زين أبو مازن هو زعل عليه. ايه؟ زعل صار بيناتهم خلاف، صار بيناتهم مو قضيتي أنا. طيب. شو هذا من يما أنا هم شمني بهذا الخلاف. طيب. يعني ما أعرف ليش يعني ما أدري. المهم بعدين تبين انه هذا الخلاف لا بدفع الشراكه اللي سواها ويا احد النواب اللي من سامراء، زين سوى هذه الشراكه وهذا التحالف، فهذا الرجل يدفع به وهو هم انا رايح حيل يعني من دفع زايد. ويعني انا حقيقه اسف لمثل هذا الاشكال، المفروض احنا نروح نتسابق في العمل وليس في الاتهامات للاسف الشديد.